الخبر أول اللي عدنا عن بيسان وانس الشايب وسفرهم التركية والتقاهم ويا قمرطاي يا حبايب تنزيلهم تيك توكات وستوريات ويا بعض. ولكن الشيء الغريب اللي صار يا حبايب اللي هو التقاهم ويا بارج دادا مثل ما شايفين يا حبايب الستوريات الظهر قدامكم. هذا اللي خلى بعض المتابعين يتهجمون على القمرطاي يتهموا انه هي خاينة سبب التقاها ويا بارج دادا خاصة بعد مشاركة الفولو عن نورمار قبل كم يوم، فاكتبوا بالكومنتات شاركوا بالخبر. بالاضافة التقاء بيسان اسماعيل ويا بارج دادا هو صديق جواني يا حبايب مثل الاشخاص اللي يسألون وين محمد جواني حاليا، فهو حاليا مسافر لألمانيا. فكتبوا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر وشوفوا الستوريات. حاليا قاعدين انا وقمر القمر وانس وفي ناس جداد هيك تعرفنا عليهم اليوم اول مرة والباريز وهي الكيوت، هي انسانة كيوت صراحة يا جماعة، حركاتها نفس حركاتها بالطبيعة بالضبط. انا فكرتها مريضة بس على الفيديوهات طلعت على الطبيعة كمان. حبيبتي تشرفنا فيك باريش وعن جد ناس بتجننوا، وعبد الله كمان اكيد معنا بالقعده. حالك بتارجليش يا مدمن. انتقل حاليا ناريني بيوتي يا حبايب وين هي مختفي عن السوشيال ميديا، فنزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات، بهذه الستوريات توضح بيها انه هي حاليا سافرت لبنان، وبالستوريات صارت تعلم من خلالها انه قاعد تجهز لنا شيء كلش ناري راح نصير بالفتره الجايه باللبس مالتها يا حبايب وبالاستديو. تحمس المتابعين على كل لينكس بالكومنتات شنو توقعاتكم وشوفوا الستوري. لاني مختفيه عن السوشيال ميديا كلياتها بشكل عام، بس معكم حق، انا عن جد مقصره بحقكم بنظركم، بس لو تعرفوا انا ليه مختفيه وشو عم اعمل رح تقولوا لي خليكي غطي لك يومين تانيين وكثرين من الشغلات اللي عم تعمليها. سو انا حاليا بلبنان بسفره سريه، حاشرح لكم كل شيء بعدين، بس فيني فعليا لكم انه اللي عم بيصير اليوم ومن كم يوم مضوا اللي عم بشتغل عليه ما بحياتي توقعت يصير معي، وانتو حتنصدموا من اللي حفرجيكم اياه، حشارك معكم كل شيء بعد فتره كثير قصيره. جهزوا حالكم لانه المفاجاه اللي رح قلكم عنها ما حدا حيتوقع. لا تقولوا لي فيديو كليب ولا تقولوا لي ما بعرف، لا هذا شيء غير بين من اللوك، تذكروا هاللوك اوكي. فبس بدي اقول انا متاخره هربت حتى اجي اصور لكم واقول لكم بحبكم كثير، رح روح وان شاء الله رح صير اتفاعل معكم اكثر لانه المفروض اني بكره اسافر عادي. روح حاليا بيسان اسماعيل يا حبايب وتهجم العرضات اللي بعد تنزيل هذه الصوره، الشات شويه فستان قصير على البحر، فهو من الكومنتات اللي جاد يسبوه ويتهجمون عليها وايش راح تنجح، ومن الكومنتات السلبيه يا حبايب اكتبوا لنا بالكومنتات هل استحقت تهجم العرضات او لا. وننتقل حاليا انس شايب وتهكير او سد حسابه بالتيك توك يا حبايب، فحسابه بالتيك توك للاسف طار يا حبايب، اكتبوا لنا بالكومنتات شنو توقعاتكم والله يرجع يا رب اسرع وقت. بالاضافه نزل هذا الستوري كان يقول بي انه حسبي الله ونعم الوكيل في اولاد الحرام اللي هم اشخاص اللي سكروا الحساب التيك توك، فكتبوا بالكومنتات من توقعون سكر حساب التيك توك. ننتقل حاليا يا حبايب الريدر وعبود الجابري، فبعد ما الريدر نزل هذا المقطع كان ديستراك على عبود الجابري وسام قطب، رجع رد عليه عبود الجابري بهذا المقطع امبارحه، بس الاشخاص اللي شافوه صار يتهم ريدر انه هو شخص رابه مو قوي وما يجيب مشاهدات، وصار يتهم انه هو حبيب ياسو، اللي شاف المقطع يعرف عشان دا احكي. فريدر طلع رد عليه يا حبايب رد بالستوري احطكم يا شوفوا. طبعا شد اصور لكم فيديو بس شفت الفيديو اللي نزل عليه مال هذا الجعبري مدري ايش اسمه، فحبيت اوضح لكم شغله ايش قد هذا الانسان سوى نفسه بين نفسه كلش صغير ويكذب على الناس، يقول لهم انه هو يجيب مشاهدات اكثر مني واغاني جايب مشاهدات اكثر مني ويحط لهم اغاني ما جايب مشاهدات. الاغاني اللي ما جايب مشاهدات جدا عادي، يعني اكيد مو كل فيديو على اليوتيوب راح يجيب مشاهدات ولا كل اغنيه على اليوتيوب راح تجيب مشاهدات، هذا الشيء مستحيل. بس تعال وهو حكي على محتواه اكيد ما راح ارد عليك بفيديو يوتيوب ولا ارد عليك باغنيه واكبر راسك اكثر، انا مجرد حبيت اسوي. هواي منكم فهموني غلط خاصة على الدس اللي نزلته، الدس اللي نزلته كان مجرد شقة إن كان على وسام قطب أو إن كان عليه، بس حبيت أضيفه إله بالفيديو حتى أنا أسوي جو وقلت هو مدينزل دسات يكون دعم إلك لأنه أنت بعدك صغير باليوتيوب يا عم. نسيت وسام قطب، حتى إحنا اثنيناتنا رابرز يعني وأقوياء، هو قوي بالراب وأنا قوي بالراب، ممكن يصير شيء خرافي وشيء كلش حلو، هذا الشيء ما له علاقة بالمشاهدات يا حبايبي. ترى أنا معدي أغاني جابت 3 مليون ومليونين وما أدري إيش قد، وما أقعد أحكي وأظل أحكي اوكي انت تقول محتواك مسوي ويا بنيه وما ادري شنو، طبعا اكيد هذا محتواي ويا بنيه، انا ما رحت حكيت على خوات الناس حتى اجيب مشاهدات صح؟ تعال اشوفك. طبعا ايش قد صارت دسات بيني وبين ابو الروب وايش قد صارت شغلات وهيك كلش تونسنا بالبيف، الشقه كان كلش حلو، لا هو طلع وقال للمتابعين اوه يتنمر عليه ويبكي، لا ابد ابد ما صار هذا الشيء، ظلينا حبايب وندز رسائل واحد للاخ كلش طبيعي الموضوع ولحد الان احترمه له. حتى ذيك المره ببغداد سيتي قلت انه حتى صبر احدثها وقلت انه داشاقه وضحكت، يا اخي ما طلع احمد وسوى هالدراما اللي انت سويتها، وات والله العظيم طفل.
بصوا لحبايبنا صوت المقطع، فجروا بقبل لايكات وبس جايكم في الزمن قدمك القصص. احبكم ومع السلامة.